بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل البرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية ومعتدل على باقي الأنحاء. كمان في نشاط للرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وأحيانا هتلاقي في فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وعرفينا إيه الظواهر الجوية اللي إحنا ممكن نتعرض لها النهاردة. هو طبعا في استمرار لارتفاع درجات الحرارة اللي بنشهده منذ بداية هذا الأسبوع بفعل الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، لأن الكتل دي بتكون مرتفعة في درجات حرارتها بالشكل الكبير، ويمكن تأثير ارتفاع درجات الحرارة بيكون أكتر في المناطق الجنوبية. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون 33 درجة مئوية، يعني أشبه بحد كبير لأجواء أمس، لكن المناطق الجنوبية العظمى هتوصل ل 42 درجة مئوية خلال فترة النهار وتحديدا في الأقصر وأسوان. فبالتالي خلال فترات النهار هنحس بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، أجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية ودي المحافظات المطلة على البحر المتوسط. لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بيكون ملحوظ أكتر في ساعات الليل متأخر فترة الصباح الباكر، الصغرى فترة الليل ما بين 21 ل 22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. فبالتالي الأجواء فترة الليل بتكون أجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، الأجواء بتكون عليها أجواء مائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. بالإضافة كمان إن احنا في متوقع يكون نشاط للرياح سرعته ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من سيناء وبعض المناطق من السواحل الشمالية. نشاط الرياح ده بنحس بيه أكتر فترة المساء وساعات المغرب، بيستمر معنا فترات الليل، بيساعد بشكل كبير على إحساسنا بالأجواء اللطيفة والربيعية فترات المساء. بالإضافة كمان إن اليوم متوقع أن يكون فيه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة واللي ممكن تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر، بعض المناطق من جنوب الصعيد، بعض المناطق من جنوب سيناء، لكن كلها هي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الأجواء دي متوقع أنها تستمر معنا حتى مطلع الأسبوع القادم، لكن متوقع أن يكون في نشاط رياح غدا الجمعة إن شاء الله، وهيكون مثير لبعض الرمال والأتربة في المناطق الغربية، يعني في الصحراء الغربية وسواحلنا الشمالية الغربية، مع استمرار طبعا ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الأنحاء. هننصح كل السادة المواطنين بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فبقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. مهم جدا المتابعة اليومية للنشرات الجوية، نشوف أي ظواهر جوية مؤثرة علينا عشان قبل ما نخرج من البيت نتكيف مع أي ظواهر جوية مختلفة. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 33 والصغرى 22، العاصمة الإدارية 33-21، اسكندرية 28-18، العالمين الجديدة 27-18، مطروح 26-17، دمياط 26-19، بورسعيد 25-18، الإسماعيلية 33-19، السويس 33-20، والعريش 27-18، كاترين 31-13، وطابة 34-20، حلايب 32-24، وشلاتين 33-24، شرم الشيخ 34-26، والغردقة 36-25. هنروح للفيوم، العظمى فيها 34 والصغرى 22، بني سويف 36-21، الوادي الجديد 41-27، أسيوط 39-22، سوهاج 39-23، قنا 40-24، الأقصر 41-27، وأسوان 42-27. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية.